السلام مجمع مدرسي جديد بمدينة تمنراست. تعتبر مؤسسة صغيرة فيها 6 أقسام، رانا في 202 تلميذ، يعني تخيل الضغط اللي كان على المؤسسة. مجمع المدرسي يفتقد إلى العديد من المستلزمات. المكتب اللي راكم تشاهدوا فيه هو مكتب المفروض ماهوش مكتب مدير، المفروض مكتب معلم. المطعم مازال ما بداوش في الإنجاز نتاعو، دونك رانا نستعمل وجبة باردة. نقص في الحراس، يعني أنا راني نقوم بدور حراسة سيختو في النهار. مدرسة صورو هذه الجديدة تقريب كل التلاميذ لا يبعدون على المؤسسة، ولكن رانا في التوقعات تاعنا نضيفوا لها المطعم. التعليم الابتدائي تتكفل به الجامعات المحلية يعني البلدية، وعلى هذا الأساس كثيرا ما نشكو من هذا الإشكال بتاع الحراس. واستعدادا للموسم الدراسي القادم، هياكل تربوية جديدة تشرف الأشغال بها على الانتهاء، كهذا المجمع المدرسي بمدينة تمنراست الذي ينقصه فقط التجهيز، متوسطة مدعمة بداخلية بمركز الحياة تيت، فضلا عن داخلية ابتدائية ستمكن تلاميذ البدو الرحل من التمدرس بمركز الحياة أتول.